أهلا وسهلا بكم في درس قسمة الكسور. دعونا نبدأ، وقبل أن أبدي توقعاتي سوف أقوم بذلك بطرق مختلفة. الآن سوف أريكم طريقة قسمة الكسور، وستوضح لكم أنها ليست أصعب من ضرب الكسور. إذا سألتكم 1/2 تقسيم 1/2، كلما قسمتم على كسر أو قسمتم على أي عدد هو نفس الشيء إذا ضربته بالنظير الضربي. إذا نصف تقسيم نصف هو نفسه نصف ضرب 2/1، فقط قلبنا الكسر الثاني نصف إلى 2/1. ونعرف من طريقة ضرب الكسور أن نصف ضرب 2/1 يساوي 2/2 ويساوي 1، وهذا مقبول لأن تقسيم أي عدد على نفسه يساوي 1، ونصف تقسيم نصف يساوي 1، وهو ناتج 5 تقسيم 5 يساوي 1، ويشبه 100 على 100 ويساوي 1. وهذا ليس مبدأ جديد في الحقيقة، وهذا ما تفعله دائما. فكر به بهذه الطريقة، ما هو لنقل 2 تقسيم 2 تعلم أنه 1، لكن أليس ذلك نفس الشيء لاثنان ضرب النظير الضربي لاثنان وهو نصف وبالتالي يساوي 1؟ سوف أعطيكم مجموعة من الأمثلة لأريكم أن قسمة الكسور في الحقيقة ليست مفهوما جديدا، وهذا كله عبارة عن فكرة الضرب بالنظير الضربي. إذا أخبرتكم ما هو ناتج 12 تقسيم 4، نحن نعرف الإجابة، ولكن أريد أن أريكم أنه نفس الشيء لاثنا عشر ضرب 1/4. إذن 12/1 ضرب 1/4 يساوي 12/4 ويساوي 3، واثناش على أربعة هي طريقة أخرى لكتابة 12 مقسومة على 4. لكن أردت أن أريكم أن ما فعلناه هنا أن ليس جديدا، بل هو ما نفعله دائما عندما نقسم على عدد، فالقسمة هي بنفس الطريقة، القسمة على عدد تساوي الضرب بالنظير الضربي للعدد. فقط كمراجعة، النظير الضربي لعدد ألف مثلا يساوي 1/1. إذن النظير الضربي لاثنان على ثلاثة يساوي 3/2، أو النظير الضربي لخمسة، والخمسة يساوي 5/1، إذن النظير الضربي لها يساوي 1/5. دعونا نحل بعض مسائل قسمة الكسور. ما هو ناتج 2/3 تقسيم 5/6؟ حسنا، نعرف أنه نفس الشيء ل2/3 ضرب 6/5 ويساوي 12/15، ويمكننا أن نقسم البسط والمقام على 3 وهذا يساوي 4/5. ما هو ناتج 7/8 تقسيم 1/4؟ حسنا، هذا يساوي 7/8 ضرب 4/1. تذكروا أنا فقط قلبت 1/4، فالقسمة على 1/4 هو نفسه الضرب ب4/1، هذا كل ما فعلته. وبعد ذلك يمكننا استخدام الاختصار الذي تعلمناه في طريقة الضرب، 8/4 2 و4/4 1، إذا هذا يساوي 7/2. أو إذا أردت أن تكتب ذلك كعدد كسري فهذا كسر غير صحيح، ويمكن كتابته على شكل عدد كسري فيكون 3 والباقي 1، فالناتج 3.5. يمكنك كتابته بأي طريقة تريد، ولكني أميل إلى هذه الطريقة لأنها أسهل في التعامل.
دعونا نقوم بحل بعض المسائل في الأربع أو الخمس دقائق القادمة. ما هو ناتج ناقص 2 على 3 تقسيم 5 على 2؟ مرة أخرى، هذا يساوي ناقص 2 على 3 يساوي ناقص 2 على 3 ضرب ماذا؟ حسناً، ضرب النظير الضربي لخمسة على 2 ويساوي 2 على 5 ويساوي ناقص 4 على 15. وما هو ناتج 3 على 2 تقسيم 1 على 6؟ حسناً، يساوي 3 على 2 ضرب 6 على 1. نختصر هنا، 6 تقسيم 2 3 و 2 تقسيم 2 1، هذا المقام يساوي 1 والبسط يساوي 3 ضرب 3 ويساوي 9. أعتقد أنك فهمت الآن. لنرى بعض الأمثلة الإضافية، وطبعا يمكنك دائما التوقف والنظر إلى هذا كله ومراجعة ما قمنا به للاستفادة. لنرى الآن ناقص 5 على 7 تقسيم 10 على 3. حسناً، هذا يساوي سالب 5 على 7 ضرب 3 على 10. فقط قمنا بضرب بالنظير الضربي وسنفعل ذلك دائما. ناقص 5 ضرب 3 يساوي ناقص 15، 7 ضرب 10 يساوي 70. إذا نقسم البسط والمقام على 5 فإننا نحصل على ناقص 3 على 14. يمكننا أيضا القيام هنا بالقسمة على 5 فيكون الناتج هو ناقص 3 على 14. لنحل مسألة أو مسألتين، أعتقد أن ذلك أصبح سهلا عليكم. لذلك دعونا نقول نصف تقسيم ناقص 3. إذا ما يحصل إذا أخذنا كسر وقسمناه على عدد كلي أو صحيح؟ نحن نعرف أن العدد الكلي تستطيع كتابتها مثل الكسور، وهو يساوي 1 على 2 تقسيم ناقص 3 على 1. أيضا القسمة على كسر تساوي الضرب بالنظير الضربي. إذا نقول النظير الضربي للعدد ناقص 3 على 1 هو ناقص 1 على 3، وهذا يساوي ناقص 1 على 6. سنفعل ذلك بطريقة أخرى. ناقص 3 تقسيم 1 على 2 بنفس الطريقة يساوي ناقص 3 على 1 تقسيم 1 على 2 وهو ناقص 3 على 1 ضرب 2 على 1 ويساوي ناقص 6 على 1 ويساوي ناقص 6. الآن سأعطيكم تلميحا صغيرا عن كيفية عمل ذلك. لنقول أن لدينا 2 تقسيم 1 على 3، ونحن نعلم أن هذا يساوي 2 على 1 ضرب 3 على 1 ويساوي 6. إذا كيف 6 و 1 على 3 و 2 مرتبطة مع بعضها؟ إذا كان لديك قطعتي فطيرة، هذه قطعة الفطيرة الأولى وهذه الثانية، إذا لدينا قطعتي فطيرة سنقوم بتقسيمها إلى 3 أجزاء. إذن سوف نقوم بتقسيم كل فطيرة إلى 3 أجزاء كأننا سوف نرسم شعار المرسيدس. إذن سوف نقسم كل قطعة إلى 3. إذن كم قطعة لدينا؟ لنرى 1 2 3 4 5 6، لدينا 6 قطع. إذن لتعيد ذلك وتتأمل فيه قليلا، وأرجو أن يكون ذلك مقبولا بالنسبة لك. لنفعل ذلك مرة أخرى بمسألة جديدة. إذا كان لدينا سالب 7 على 2 تقسيم سالب 4 على 9،
وهذا يساوي سالب 7/2 ضرب سالب 9/4، صحيح؟ فقد ضربنا بالنظير الضربي للعدد السالب 4/9، لدينا سالب 7 ضرب سالب 9، والإشارات السالبة تلغي بعضها، يساوي 63، واثنان ضرب 4 يساوي 8. أتمنى أن تكون اتضحت لديكم فكرة قسمة الكسور، والآن يمكنك محاولة استخدام طريقة قسمة الكسور. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم.